السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا دكتور عبد الرحمن مجدي وما زلنا مكملين الاناتومي اوف ذا ابر ليمب. وبعد ما خلصنا البونز اند ذا جوينتس اوف ذا ابر ليمب، جه الوقت ان احنا نتكلم عن المسلز اوف ذا ابر ليمب، العضلات بتاعه الابر ليمب. والعضلات بتاعه الابر ليمب هي اللي مسؤوله عن الحركه، علشان تقدر تعمل الموفمنتس بايديك لازم في عضلات. العضلات دي بتاخد اوردرز من النيرفس سيستم علشان تعمل الحركه فتتحرك، بتاكل وبتتغذى عن طريق الارتري اللي هو الشريان، وبترمي الويست برودكت بتاعتها عن طريق الوريد. وده هي الايتيمز، او دي هي الايتيمز اللي هنتكلم عنها في الاناتومي اوف ذا ابر ليمب. البونز اتكلمنا عنها، جوينتس اتكلمنا عنها، هنتكلم بعد كده عن المسلز والارتريز والنيرفز اوف ذا ابر ليمب والفينز اوف ذا ابر ليمب والليمفاتكس. بكده هنكون خلصنا او فهمت منظومه الاناتومي بتاعه الابر ليمب اللي سبحان الله بتشتغل انتجرال مع بعض علشان تؤدي الوظيفه بتاعه الابر ليمب. مشكله المسلز عامه هي اللخبطه اللي فيها، او عدم قدرتك على معرفه هي العضله دي في انهي تصنيف بالظبط، فاقدر احفظ الاوريجين والانسيرشن بتاعها من غير ما احفظهم اصمهم. يعني لو حطيت المسلز دي في كاتيجوريز الموضوع هيبقى سهل جدا، وده اللي هحاول ان شاء الله نعمله مع بعض. لو شفنا البادي بيلدر بيجرامي بتاعنا وقسمنا العضلات اوف ذا ابر ليمب، ليه عضلات الاول اسمها انتيرير اكزيو ابنديكولار ماسلز. معنى الكلمه دي ايه؟ معنى الكلمه دي ان في عضلات اماميه متوصله او بتوصل الاكزيال سكيلتون بالابنديكولار سكيلتون، بتوصل الاكزيال سكيلتون اللي هو المحوري يعني محور الهيكل العظمي بتاعك بالابنديكولار سيستم اللي هو الاطراف الطرفي. وبالتالي انتيرير اكزيو ابنديكولار ماسلز انا متوقع من دلوقتي ان الاوريجين بتاع العضلات دي لازم يكون فيها جزء من اجزاء الاكزيال سكيلتون. طيب وكونها ابنديكولار يبقى متوصله بجزء تاني، الجزء ده من الابنديكولار سكيلتال سيستم. نفس الموضوع بالنسبه للبوستيرير اكزيو ابنديكولار ماسلز، عضلات موجوده في الباك متوصله وبتوصل ما بين الاكزيال سكيلتون والابنديكولار سكيلتون. طيب لو جينا نشوف مجموعه العضلات اللي موجوده في الانتيريور بارت، هنلاقي ان مجموعه العضلات اللي موجوده في الانتيريور بارت هي عباره عن عضله كبيره قوي اسمها بيكتوراليس ميجور. ومع الوقت انت هتفهم ان العضلات بتتسمى يا اما ان ريليشن للبوزيشن بتاعها، يعني بيكتوراليس ميجور دي عشان موجوده في منطقه الصدر، ومنطقه الصدر دي باللاتين اسمها بيكتورال، والعضله دي كبيره فبيكتوراليس ميجور. طب في عضلات هنشوفها بعد كده بناء على عدد الرؤوس بتاعتها زي البايسبس والترايسبس، وعضله بنسميها بناء على الوظيفه بتاعتها زي فليكسور بوليسس. طب ولونجس ولا بريفس؟ الطويله هتبقى لونجس والقصيره هتبقى بريفس. فتسميه العضلات ما تشغلش بالك بيها قوي، ولكن مع الوقت ان شاء الله هتبقى عارف العضله واسمها ايه، وتعرف تنطقها ازاي كويس، وتعرف الاوريجين والانسرشن بتاعها ازاي بالتقسيمه البرود اللي احنا حطيناها. بيكتوراليس ميجور ماسل اللي هي العضله دي اللي احنا شايفينها على بيج رامي. وات از ذا اوريجين اوف بيكتوراليس ميجور ماسل؟ ليها كلافيكولار هيد وليها ستيرنو كوستال هيد. الكلافيكولار هيد طالعه من انتيريور سيرفيس اوف ذا كلافيكل والميديال هاف اوف ذا كلافيكل، والستيرنو كوستال هيد طالعه من حته كبيره قوي، الانتيريور سيرفيس بتاع الاسترنوم وسوبيرو سيكس كوستال كارتليج، وكمان ابونيروزس بتاع عضله ثانيه اسمها الاكسترنال اوبليك ماسل، ورايحه تمسك في اللاترال ليب اوف انتر تيوبيركولار سالكس. ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ لاترال اند ميديال بيكتورال نيرفز. والعضله دي بتعمل ايه؟ بتعمل ادكشن اند ميديال روتيشن للهيومرس. ولو جينا نشوف الكلام ده على ال 3 دي موديل هنلاقي ان هي دي العضله اللي احنا قلنا عليها البكتوراليس ميجور اللي ليها كلافيكولار هيد واسترنو كوستال هيد، وكمان طالعه من الابونيروزس بتاع الاكسترنال اوبليك ماسل. هي دي كلها العضله، ورايحه تمسك فين؟ في اللاترال ليب بتاعه الانتر تيوبيركولار سالكس. والوظيفه بتاعتها دايما عشان تتخيل الوظيفه بتاعه العضله، انت بتشد الانسرشن ناحيه الاوريجين. فالعضله دي لو شديت الجزء ده ناحيه الجزء ده هتعمل ايه؟ ات ويل اد دكت، هتاد الارم للجسم، والحاجه الثانيه هتعمل فيه ميديال روتيشن. يبقى دي الفانكشن بتاعه البكتوراليس ميجور. النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ سهل جدا، ميديال and lateral pectoral nerves. ولو جينا نشيل العضله دي هنلاقي تحتيها العضله الثانيه اللي هنتكلم عنها اللي هي البيكتوراليس ماينور. بيكتوراليس ماينور، ولو جينا نشوف الاوريجين والانسرشن والفانكشن بتاعتها هنلاقي ان هو نفس المنظر اللي احنا جايبينه في ال 3 دي موديل، اللي هو عباره عن اوريجين من الريبس 3 و4 و5 نير الكوستال كارتليج، ورايح امسك في الكوراكويد بروسيس بتاعه السكابولا. النيرف سبلاي بتاعي ميديال بيكتورال نيرف، وبعمل ستابلايزيشن للسكابولا. وعضله صغيره خالص اسمها السب كليفياس كمان موجوده في الانتيريور اكزيو ابنديكولار ماسل، طالعه من الجنكشن ما بين الفيرست ريب والكوستال كارتليج بتاعه، ورايحه تمسك في الانفيريور سيرفيس اوف ذا كلافيكل، والنيرف بتاعها از نيرف تو سب كليفياس، ودي بتعمل انكرنج اند ديبريشن للكلافيكل. ولو جينا نشوفها على 3 دي موديل هنلاقي ان هي دي عضله السب كليفياس اللي اتكلمنا عنها، ودي عضله البيكتورال ماينور. اللي لو شلناهم يبقى كده فاضل لنا عضله واحده بس هي اللي موجوده في الانتيريور اكزيو ابنديكولار ماسلز جروب، اللي هي السيريتاس انتيريور. السيريتاس يعني العضله اللي ليها سنان، وزي ما انتم متخيلين اهو، او زي ما انتم شايفين العضله فعلا ليها سنان. طيب ايه الاوريجين وايه الانسرشن بتاع العضله دي؟ تعال نشوف على 3 دي موديل الاول نتخيله، وبعد كده نروح نقراه. ادي الاوريجين بتاعها طالع من هنا، ورايحه تمسك في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا. لو جينا شلنا كل العضلات دي اللي هنقولها كمان شويه اللي متوقعين ان هي تبقى ايه بقى، بوستيرير اكزيو ابنديكولار ماسلز، هنلاقي ان العضله دي ماسكه في الانتيريور بارت اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا سكابولا، هي متزحلقه لغايه جوه خالص عشان تمسك في الانتيريور بارت اوف ميديال بوردر اوف سكابولا. لو جينا نشوف بقى الاوريجين والانسرشن،
هنلاقي الاوريجن عباره عن الاكسترنال سيرفيسز من اللاترال بارتس من الريبس 1 2 3 4 5 6 7 8 ودي كل الاسنان اللي احنا شفناها ورايحه تمسك في الانتيريور سيرفيس اوف ميديال بوردر اوف سكابولا والنيرف سبلاي بتاعها از ذا لونج ثوراسيك نيرف والاكشن بتاعها حاول كده تتخيل معايا ان انت بتقرب الانسرشن من الاوريجن هتعمل بروتراكشن اند روتيشن للسكابولا. تعالوا نراجع تاني على الجروب ده اللي هو انتيريور اكزيو ابنديكولار. لما قلت لك اكزيو ابنديكولار يبقى لازم الاوريجن بتاعي يكون حاجه في الاكزيال سكيلتون واكون من قدام. مجموعه العضلات دول هم مين؟ بيكتوراليس ميجور minor subclavius and serratus anterior. تاني على 3D model group بتاع anterior axio appendicular muscles عبارة عن ايه؟ pectoralis major ولو جينا شلناها هنلاقي تحتها pectoralis minor نشيلها subclavius muscle والعضلة ذات الاسنان اللي هي serratus anterior. نيجي بعد كده نتكلم عن جروب الاخر وهو posterior axio appendicular muscles. ايه هي العضلات اللي موجودة في posterior part axio appendicular؟ عضلة اسمها ترابيزيوس، عضلة اسمها لاتيسمس دورساي، عضلة اسمها ليفيتور سكابيلي، وعضلتين رومبويد ماينور ورومبويد ميجور. وده هو البوستيريور اكزيو ابنديكولار ماسلز. العضلة الاولانية اللي اسمها ترابيزيوس دي عبارة عن عضلة كبيرة قوي اللي هي العضلة دي اللي بتاع الترابيس طالعة من الميديال ثيرد من سوبيريور نيوكال لاين، يعني اللاين اللي موجود في الافا كده، وطالعة من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبيرنس، وطالعة من النيوكال ليجمنت والسباينس بروسيسز بتاعت من C7 لغاية T12 فيرتبري. يبقى ده فعلا اوريجين طالع من فين يا شباب؟ طالع من الاكزيال سكيلتون. طب رايح امسك فين؟ في عظمة من عظام الابنديكولار سكيلتون، اللاترال ثيرد اوف ذا كلافيكل، الاكروميون اند سباين اوف سكابولا. النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ سباينال اكسسوري نيرف. بتعمل ايه؟ بتعمل ريتراكشن اند روتيشن للسكابولا. طب وات اباوت اللاتيسمس دورساي؟ العضله الكبيره قوي اللي تحتها دي وهنشوفها برضو على 3 دي موديل، طالعه من السباينس بروسيس بتاعه الانفيرير 6 ثوراسيك فيرتبري وطالعه من السراكولامبر فاشيا وايليا كريست اند انفيرير 3 او 4 ريبس. اوريجين كبير قوي ورايح امسك في الفلور بتاع الانتر تيوبيركولار سالكس وباخد من السراكودورسال نيرف كنيرف سبلاي والاكشن بتاعي ان انا اعمل اكستنشن ادكشن اند ميديال روتيشن للهيومرس. طيب لو جينا شلنا الترابيزيوس دي هنلاقي تحتها عضلات اسمها الليفيتور سكابيلي والرومبويد ماينور والرومبويد ميجور. الليفيتور سكابيلي طالعه من البوستيريور تيوبيركل بتاعه الترانسفيرس بروسيس اوف سي 1 2 3 4 فيرتبري، يعني اجين اكزيال سكيلتون. طب وات اباوت الرومبويد ماينور؟ الرومبويد ماينور طالعه من النيوكال ليجمنت سباينس بروسيس اوف سي 7 اند تي 1 فيرتبري، والرومبويد ميجور كبيره طالعه من السباينس بروسيس اوف تي 2 لغايه تي 5 فيرتبري، يعني اجين برضو اكزيال سكيلتون. الليفيتور سكابيولا رايحه تمسك فين؟ في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا سوبيريور تو ذا روت اوف سكابولار سباين، والماينور رايحه تمسك في السموث تراينجولار اريا ات ذا ميديال اند اوف سكابولار سباين، والميجور رايحه تمسك في الميديال بوردر اوف سكابولا برضو فروم ذا ليفل اوف ذا سباين للانفيريور انجل. طيب الكلام ده صعب وانا مش عارف احفظه. لا سهل جدا، وانس تخيلت 3 دي موديل والرسمه هيبقى الموضوع سهل جدا بالنسبه لك. النيرف سبلاي بتاعهم كلهم از دورسال سكابولار نيرف. ليفيتور سكابيلي بتاخد برضو من الدورسال سكابولار اند سيرفايكال نيرفز. ليفيتور سكابيلي من اسمها الرافعه للسكابولا الليفيتس دي سكابولا، والرومبويد ماينور اند ميجور بتتراكت السكابولا، والرومبويد ميجور برضو بتتراكت السكابولا. لو جينا نشوف مجموعه العضلات دي على 3 دي موديل هنلاقي ان دي العضله الاولانيه الكبيره اللي احنا اتكلمنا عنها في البوستيريور اكزيو ابنديكولار ماسل جروب اللي هي الترابيزيوس اللي طالعه من النيوكال لاين البوستيريور اوكسيبيتال بيوتروبيرنس وبعد كده من سبايروسيس وكبيره خالص وبعد كده رايحه تمسك في الابنديكولار سكيلتون. شايفين العضله دي كبيره ازاي ورايحه تمسك في الانسرشن بتاعها ده كله. طب لو جيت عملت لها هايد عشان اشوف العضله الثانيه الكبيره اللي احنا اتكلمنا عنها دي اللاتيسمس دورساي، شايفين عضله كبيره جدا ازاي طالعه من الثوراسيك فيرتبري والاليولامبر فاشيا وكل الكلام ده ورايحه تمسك فين؟ بصوا رايحه تمسك فين؟ لو شلنا دي البكتوراليس ميجور ماسل رايحه تمسك في الفلور بتاع الانتر تيوبيركولار سالكس. اهو عضله كبيره جدا ورايحه تمسك في الفلور بتاع الانتر تيوبيركولار سالكس. طب تخيل ان انت بتشد على العضله دي هي هتعمل ايه في دراعك؟ هتعمله ادكشن وهتعمل فيه ميديال روتيشن. طيب لو جينا نشيل العضله دي عشان نشوف بقيه العضلات هنلاقي العضله اللي هي اسمها رومبويد ماينور واختها اللي اسمها رومبويد ميجور. اهي رومبويد ماينور طالعه من الفيرتبري ورايحه تمسك في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا، ولو شلناها هنلاقي الرومبويد ميجور كمان ماسكه في الفيرتبري ورايحه تمسك في جزء كبير قوي من الميديال بوردر اوف ذا سكابولا، وكده يبقى فاضل لي عضله اللي هي اسمها الليفيتور سكابولي. اهي الليفيتور سكابولي رايحه تمسك في الجزء الفوقاني من الميديال بوردر اوف ذا سكابولا زي ما احنا شايفين. وبكده نكون خلصنا الجروب اللي هو اسمه البوستيريور اكزيو ابنديكولار ماسلز. طيب ايه المجموعه الثالثه من العضلات اللي هنتكلم عنها النهارده؟ مجموعه اسمها سكابيلو هيومرال ماسلز. من اسمها كده وانت مغمض الاوريجن بتاعي حاجه في السكابولا، الانسرشن بتاعي حاجه في الهيومرس علشان اكمل التوصيله ما بين
الاسكابيولا والهيومرس، وبالتالي انقل الحركه زي ما انتم شايفين كده. سبحان الله، في عضلات بتوصل الاجزاء السكيلتون بالابنديكولار سيستم، وبعد كده عضلات هتوصل الابنديكولار سكيلتون ببعض. من ضمن مجموعه مهمه من العضلات دي الاسكابيولو هيومرال ماسلز. الاسكابيولو هيومرال ماسلز عباره عن ايه؟ عن عضله اسمها الدلتويد اللي احنا شايفينها اهي، وعضله اسمها سوبرا سباينيتس، وعضله اسمها انفرا سباينيتس، وتيرس ماينور وميجور وسب سكابيلاريس. طب تعالوا نمر سريعا كده على الاوريجن بتاع العضلات دي. الدلتويد طالعه من فين؟ جزء من الاسكابيولا. سوبرا سباينيتس حته في الاسكابيولا، انفرا سباينيتس حته في الاسكابيولا، تيرس ماينور حته في الاسكابيولا، تيرس ميجور حته في الاسكابيولا، سب سكابيلاريس سب سكابيولار فوسا اللي هي برده فوسا موجوده في الاسكابيولا. وبالتالي الاوريجن بتاعنا كله حاجه في الاسكابيولا. الانسرشن بتاعنا كله لازم هتلاقي فيه كلمه هيومرس. تعالوا هيومرس 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 هيومرس. يبقى بالطريقه دي لما بنحط العضلات في جروبس زي كده بتسهل عليك جدا جدا موضوع الحفظ بتاعها. الدلتويد عضله شكلها تراينجلر، وده معنى كلمه دلتويد. طالعه من فين؟ لاترال ثيرد اوف ذا كلافيكل، وكمان الاكروميون والسباين اوف سكابولا، عشان تمسك فين؟ في الدلتويد تيوبريزيتي اوف ذا هيومرس. النيرف سبلاي بتاعها الاكزيلري نيرف، والاكشن بتاعها على حسب الجزء اللي هيعمل كونتراكشن. فلو الميدل بارت هو اللي عمل كونتراكشن انا هبعد الارم، يعني هعمل ارم ابدكشن. طب ولو الجزء القداماني هو اللي اشتغل هعمل فليكشن اند ميديال روتيشن، ولو الجزء الوراني بتاع العضله هو اللي اشتغل هعمل اكستنشن اند لاترال روتيشن. طب وات اباوت دي سوبر سباينيتس؟ طالعه من فين؟ اكيد حته في السكابولا، عشان اروح امسك في حته في الهيومرس. انا فعلا طالع من سوبر سباينس فوسا اوف ذا سكابولا ورايح امسك في السوبيريور فاسيت اوف جريتر تيوبيركل اوف هيومرس. لو جينا نشوف على 3 دي موديل هتلاقي الكلام ده سهل جدا جدا جدا. في فعلا جريتر تيوبيركل ليه الهيومرس، وجريتر تيوبيركل دي ليها سوبيريور وميدل وانفيريور فاسيت. كل عضله رايحه تمسك في فاسيت منهم. فاسيت يعني ايه؟ يعني فخصه منهم او منحدر فيهم. طيب البلاد سب النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ سوبرا سكابولار نيرف، والسوبرا سباينيتس دي بتنشيت الابدكشن، وكمان بارت من حاجه اسمها روتيتور كاف. وات اباوت انفرا سباينيتس؟ وانت مغمض انفرا سباينس فوسا اوف ذا سكابولا ورايح امسك في الميدل فاسيت اوف جريتر تيوبيركل اوف ذا هيومرس. النيرف سبلاي بتاع سوبرا سكابولار نيرف، وهنا بعمل لاترال روتيشن اوف ذا ارم، وكمان بارت من روتيتور كاف اللي هنقوله كمان شويه. تيرس ماينور رايح امسك من فين؟ الاوريجن بتاعي ميدل بارت اوف لاترال بوردر اوف سكابولا، ورايح اعمل انسرشن في الانفير فاسيت اوف جريتر تيوبيركل اوف ذا هيومرس. النيرف سبلاي بتاع اكزيلاري نيرف، والاكشن بتاعي هعمل لاترال روتيشن. التيرس ميجور بوستيريور سيرفيس اوف the inferior angle of the scapula، ورايح امسك في الميديال lip of intertubercular sulcus of the humerus. وكده كل الانترتيوبيركولار سالكس سواء اللاترال lip بتاعته او الفلور او الميديال lip سكننا فيه عضلات. يا ريت تقولوا لي انتوا ايه العضلات دي، ايه العضله اللي بتمسك في اللاترال lip of intertubercular sulcus، العضله اللي بتمسك في الفلور of the intertubercular sulcus، وايه العضله اللي بتمسك في الميديال lip of the intertubercular sulcus. النيرف سبلاي بتاعها لور سبسكابولار نيرف، ودي بتعمل ادكشن اند ميديا روتيشن للارم، والسبسكابولاريس اللي طالعه من السبسكابولار فوسا رايحه تمسك بقى في الليسر تيوبريكل اوف هيومرس. والنيرف سبلاي بتاعها ابر اند لور سبسكابولار نيرف، وبتعمل ميديا روتيشن اوف ذا ارم، وهي بارت من الروتيتور كاف. يبقى ايه هي العضلات اللي بتشكل اجزاء من الروتيتور كاف؟ عضله اسمها سوبر سباينيتس، عضله اسمها انفرا سباينيتس، عضله اسمها تيرس ماينور، تيرس ماينور، وعضله اسمها سبسكابولاريس. يبقى تيرس ميجور از نوت ا بارت اوف ذا روتيتور كاف ماسلز. تعالوا نشوف الكلام ده على 3 دي موديل عشان تكتشف ان الكلام ده سهل جدا جدا جدا. الجروب اللي احنا بنتكلم عنه مجموعته ايه؟ سكابيلو هيومرال ماسلز. طيب يعني العضله دي معايا؟ ده هي دي عضله الدلتويد اللي طالعه من الاوريجن اللي احنا قلنا عليه، ورايحه تمسك فيه الدلتويد تيوبريزيتي اوف ذا هيومرس. طب ما تيجي نشيلها؟ نشيلها، هنلاقي عضلات ثانيه ماسكه في السكابيولا ورايحه تمسك في الهيومرس. يبقى ده فعلا داخله في الجروب بتاعي السكابيلو هيومرال جروب اوف ماسلز. طيب بص المنظر ده عايزك تحفظه صم. انا عندي جريتر تيوبروزيتي ليها سوبيريور فاسيت، ميدل فاسيت، انفيريور فاسيت. السوبيريور فاسيت رايح تمسك فيها عضله اسمها ايه؟ سوبرا سباينيتس، نشيلها. بعد كده الانفيريور الميدل فاسيت رايح تمسك فيها عضله اسمها ايه؟ انفرا سباينيتس، نشيلها. وبعد كده التيرس ماينور، حتى التيرس ميجور بره بعيد عنهم خالص، فهي مش بارت من الروتيتور كاف. ادي التيرس ماينور ورايحه تمسك فيه الانفيريور فاسيت اوف ذا جريتر تيوبروزيتي. طيب اوف ذا جريتر تيوبركل اوف ذا هيومرس، سوري. يبقى كده فاضل لنا مين؟ فاضل لنا العضله دي اللي هي السب سكابيولاريس والتيرس ميجور. السب سكابيولاريس هي طالعه من كل السب سكابيولار فوسه علشان تروح لوحدها تمسك في مين؟ في الليسر تيوبركل اوف ذا هيومرس. طيب لو شلناها كده مين اللي كشفت؟ الهيد اوف ذا هيومرس. فهمتوا بقى جت من فين كلمه روتيتور كاف؟ هي العضلات المحيطه بالهيد اوف ذا هيومرس علشان تاد ستابيليتي للبول اند سوكيت جوينت اللي موجود هنا، اللي كان معمول بمين؟ افتكروا تاني، عضله اسمها هنا اسمها ايه؟ سوبرا سباينيتس، ممتاز. عضله هنا اسمها ايه؟ انفرا سباينيتس، ممتاز. عضله كانت هنا اسمها ايه؟ تيرس ماينور، والعضله الكبيره اللي طالعه من السب سكابيولار فوسا اللي هي السب سكابيولاريس. امال يتفضل لنا ايه في السكابيولو هيومرال ماسلز؟ العضله دي اللي هي التيرس ميجور ماسل، التيرس ميجور ماسل. والتيرس ميجور ماسل رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في الميديال ليب بتاعه الانتر تيوبيركولار سالكس. امال ايه العضلات دي؟ هي عضلات هنتكلم عنها او مجموعه هنتكلم عنها، العضلات اوف ذا ارم، العضلات اوف ذا ارم. وبكده نكون خلصنا ثلاث مجموعات كبيره من العضلات علشان تربط دراعك بجسمك. مجموعه اسمها انتيريور اكزيو ابنديكولار ماسلز اللي هي بيكتوراليس ميجور وماينور وسب كليفيوس وسريتس انتيريور، ومجموعه اسمها البوستيريور اكزيو ابنديكولار ماسلز اللي هي عباره عن ترابيزيوس لاتيسموس دورساي ليفيتور سكابيولي والرومبويد ماينور اند ميجور، ومجموعه اسمها سكابيلو هيومرال ماسلز عباره عن الدلتويد سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس تيرس ماينور سب سكابيلاريس اند تيرس ميجور.